إذن بسم الله الرحمن الرحيم، في إطار أنشطة الجمعيات ونظم جمعية ملتقى الشباب للتنمية فرع سيدي حياة زعير تامسنا بدعم طبيعة الحال وزارة الثقافة المهرجان الأول تحت شعار الشعر لغة الحياة بدار شباب سيدي حياة زعير. طبيعة الحال انتما كما كتشوفوا يعني توافد على دار شباب مجموعة من الفنانين ومجموعة ديال الشعراء اللي معروفين على الصعيد الوطني، وكان واحد الاستقبال رائع من الأطر وأعضاء المكتب والناس، مجموعة ديال الجمعيات. يعني الحمد لله احنا في البداية ان شاء الله كان مدة ديال 3 أيام، كان افتتاح ديالو مجموعة من الندوات اللي دارت هنا في دار الشباب ودارت في مجموعة من المدارس والإعداديات بالمنطقة بطبيعة الحال. ذلك أيضا كانت مشاركة ديال مجموعة من الشعراء الصغار اللي هما أبناء المنطقة بطبيعة الحال، كانت المجموعة 30 مشارك، وكانت عندنا اليوم الثاني إقصائيات النهائيات ديال الشعر اللي توجوا مجموعة ديال الشعراء الصغار، واليوم كانت عندنا ورشة ديال الرسم بطبيعة الحال مع الرسام ديالنا يوسف سامح هو عضو الجمعية، وكان عندنا استعداد للحفل الختامي، والآن احنا بعد دقائق وسنكون في الحفل الختامي وأمسية شعرية لأول مرة بسيدي حياة زعير، وشكرا لكم. مهرجان ملتقى أو قرية الطفولة الشعري في دورته الأولى الذي تنظمه جمعية ملتقى الشباب للتنمية سيدي حياة زعير تامسنا، هذه النسخة الأولى وحققت أفق انتظار المنظمين والساكنة. حينما نتحدث عن مهرجان شعري له قيمة رمزية ويحقق نجاحا باهرا، أولا على مستوى الشعراء المشاركين، هم شعراء كبار لهم وزنهم في الساحة الشعرية المغربية ويمثلون حساسيات متنوعة ومتقاطعة ومتداخلة في الشعر المغربي الحديث. أيضا كان ناجحا بفعل مجهودات السيد رئيس الجمعية ياسين مرشيش والأعضاء الجمعية، كان ناجحا وهو يحمل اسم فنانين كبيرين عبد الكبير الرقاقنا ومحمد القلاع، كان ناجحا لأنه استطاع أن يثبت للذين يحاربون الجمال ويحاربون المحبة بأن الشعر هو معنى يجمع الناس ولا يفرقهم. الشعر كما جاء في شعار الدورة الشعر لغة الحياة، وبكل لغات العالم الصحراء المغربية، هو أيضا يستند على قيم الوطن، قيم الكبرى وقيم الانتماء لهذه الجغرافيا، جغرافية المحبة التي تسمى المغرب. كان ناجحا أيضا بمجهودات مجموعة من الإخوان منظمين، أذكر أيضا عبد الحفيظ بن كميل المدير الفني، أذكر مدير دار الشباب، أذكر وزارة الثقافة التي دعمت هذه الدورة ووثقت في اللجنة المنظمة، وسيكون ناجحا أكثر في الدورات المقبلة بكل تأكيد. إذن لمدينة سيدي حياة زعير أن تفخر أنه أصبح لها مهرجان شعري كبير، ولما لا سيصبح هذا المهرجان مهرجانا دوليا يستضيف شعراء كبار عرب، وإن شاء الله من خلال هذا المهرجان سيكون المجلس البلدي وسيكون الفاعلين الحكوميين والمحليين في هذه المدينة سيورطهم ليفكروا في بنية ثقافية تليق بشغف وحب أبناء مدينة سيدي حياة زعير للثقافة وللشعر. أظن أنه ستكون هناك ردود فعل كبيرة
ردود فعل حتى على مستوى الإعلام الذي رافق وواكب بالتغطية فعالية هذه الأيام الثلاثة. هناك نقطة ضوء وحيدة أخرى يجب أن أذكرها، هو أن المهرجان فتح أفقا جديدا للشعراء الشباب من خلال تنظيم مسابقة في الشعر، شارك فيها مجموعة من الشباب ومن الأطفال وقدموا مستويات متفاوتة تنبئ بمستقبل شعري كبير. هناك أيضا نقطة ضوء أخرى وهو عرض مسرحي لفرقة محترف بابليون من حيث التقدم، الذين جاءوا بشغفهم المسرحي ليساهموا في نجاح هذا المهرجان. شكرا لكم، شكرا للإعلام، شكرا لجميع المتدخلين، وعلى محبة وشعر نلتقي في دورة أخرى. شكرا لك أستاذي العزيز. الشرف كبير لمدينة سيدي حيا زعير بتستضيفكم في هذا المهرجان هذا، ارتسامات ديالكم بعجالة. واش غادي نقول لك، انا بعداك جيت سعيد انني باش نتواجد في هذا المهرجان، ولانني اول مره تنزور سيدي حيا زعير، فهذا فرصه ليا بعداك. وتنشكر اداره المهرجان على الدعوه الكريمه، لانني ما نكذبش عليك على الحفاوه وعلى الاستقبال وعلى هذا الكرم اللي استضفوني به، فهذه فرصه سعيده انني تنشكرهم عليها، لانهم عطاوني واحد الفرصه باش نتواصل مع واحد الساكنه ديال سيدي حيا زعير اللي اول المرة دابا أنا تنكتشفها، وتنكتشف مجموعة من الطاقات اللي كاينين على مجموعة من المستويات، فهذه فرصة لي أنا أولا، عاد فرصة لهم باش يكون واحد التواصل مستمر مستقبلا ومن خلال مهرجانات أخرى. فأنا بالنسبة لي باش نلقى مهرجان في سيدي حيا زعير، فهذه بالنسبة لي شي حاجة كبيرة، وخاصة أن واحد مجموعة من الشباب، مجموعة من الجمعيات اللي مواكبه هذا المهرجان، ومجموعه من الشباب اللي كاين هناك طاقات، لان بالنسبه لي ان الاهتمام بالشعر، خاصه اننا دابا تنعيشوا اليوم العالمي للشعر، والاهتمام بالشعر وبالشاعرات اللي عندهم طاقات كبيره كبيره كبيره، ويجيو يتواجدوا في هذا المهرجان ويتبادلوا الاشعار ديالهم ويسمعوا بعضياتهم، فهذه فرصه لي انا كذلك انني باش نستافد منهم. فانا تنحيي هذا المهرجان وتنتمنى ليه الاستمراريه، ولكن تنطلب من المسؤولين على هذه المنطقه باش يشجعوا هذا المهرجان ويشجعوا مجموعه من الجمعيات اللي تتهتم بالثقافه وبالفنون، وكذلك يوضعوا واحد اللبنه ديال مسرح بسيدي حيا زعير، لان انا ملي شفت كاين مجموعه من الشباب والشابات اللي تيحبوا الثقافه وتيحبوا الفن، فعيب وعار اننا نلقاو غير دار الشباب. جميل ان يكون عندنا هاد دار الشباب وتكون عندنا هاد القاعه اللي هي صغيره، واخا ان القاعه صغيره ولكن كاين الحب الكبير اللي تيتبادلوه سواء المنظمين او الضيوف، ولكن بغينا مسرح يكون تيليق بهاد المدينه وتيليق بهاد الشباب اللي متعطشين للثقافه والفنون، ويكون واحد المركب لي بوليفالون اللي فيه المسرح، فيه قاعة بوليفالون فيها السينما فيها الموسيقى، كذلك يكون واحد المكتبة ويكون واحد قاعة ديال الرسم. فهذا مطلب صغير ماشي شي حاجة كبيرة على المسؤولين ديالنا باش يحققوا هذه الرغبة ديال هاد الناس وديال هاد الشباب. فأنا تنقول للمسؤولين نتمنى منهم أنهم يحققوا هذه الرغبة، فأنا وليت أحد أبناء سيدي حيا وعندي هذه الرغبة هذه ديال الشباب. شكرا سي عبد الكبير، شكرا. تفضل. بخصوص المهرجان سيدي حيا زعير. ودي هذا الشيء كيشرف، وكان مغيب بحال هاد البادلات اللي كتروق في جميع المدن، وبخصوص المناطق النائيه، لانه كيشجعوا الشباب ديال هذه المنطقه باش ما يخرجوش لواحد اتجاه اخر، لانه هذا الشيء ديال المهرجانات فيه شويه الاداب وفيه شويه ديال الدراسه وفيه شويه ديال الاهتمام بالطفل القروي او شبه القروي، لان الوليدات قد ما عطيتهم اهميه ما كينحرفوش وكيمشيو في الطريق الصحيح. شكرا سي محمد. استاذه بهيه رئيسه جمعيه عشاق يعني فخر المهرجان ديال سيدي حيا باش يستقبلكم، كلمه بخصوص هذا المهرجان.
شكرا على المنظم ديال هذا المهرجان وعلى هذه المبادره الطيبه اللي كيديروا لهاد الاطفال وهاد الناس اللي مهمشين شويه هنا، ولكن الحمد لله وصل الاستاذ مدير المهرجان باش حيا هاد الجمعيه، وكنتمنى من الله باش من المزيد من التالق والنجاح. شكرا استاذه فاطمه، مرحبا بك بعجاله الراي ديالك كشاعره بخصوص هذا المهرجان. السلام عليكم. بخصوص هذا المهرجان انا تنحيي هاد الناس ديال هاد القرى والبادره الجميله اللي طوعت بها جمعيه ملتقى الشباب للتنميه، وخصوصا بادره جميله بالنسبه للاطفال والشعر انه يعم في القرى. وتن من هذا المنبر تنحيي وتنبغي نوصل لجميع الشعراء اللي في المدن انهم يتعاونوا ويتواصلوا، لا فنانين ولا هذا، باش يعاونوا هذه الجمعيات اللي في القرى، وخصوصا الطفل توصلوا الكلمه الهدافه والجميله، حقاش الطفوله هما الاجيال ديالنا المستقبل في البلاد ان شاء الله. شكرا لله فاطمه. يعني مهرجان سيدي هيا بالنسبه للمهرجان يعني كون المنطقة وكنخدم هنا، يمكن إلا نشجعوا كل الفعاليات الجمعيات الطاقات اللي أسست لهذه المبادرة اللي هي مبادرة أولى وممكن تكون إلا ناجحة. كل الطاقات هنا يعني حيث يكون الشعر يكون الجمال، والمنطقة اللي تؤسس لي الجمال تؤسس لتنمية الشباب اللي محتاج هذه المبادرة في هذه المنطقة. برافو. شكرا 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 أستاذ. كضيف قادم من منطقة الغرب وبالضبط من سيدي قاسم، بالنسبة لكم كيفاش كتشوفوا هذا المهرجان؟ اولا تنشكركم نتوما سي خالد ورفقه الزميل سي عبد القادر اللي تحنا فرصه اللقاء مع هذه الوجوه الشابه، وكنتمنى لجمعيه ملتقى الشباب للتنميه فرع سيدي يحيى زعير كنتمنى ليه مزيد من التالق والازدهار. شكرا سي عبد الخالق. سي يوسف كشاعر قادم من منطقه الغرب، اشنو الارتصامات ديالكم بخصوص هذا المهرجان؟ انا بحكم انك عاشرتي مجموعه من التظاهرات والمهرجان سيرتو بمنطقه الغرب. انا بالنسبه لي هذا مهرجان تحدي. علاش تحدي؟ لانه كنحس هنا انا كنتشاركوا مع منطقه سيدي حيا التهميش الذي يطال المدن الصغرى والبعيدة والنائية في المغرب، وكنظن هذا التحدي هو اللي خلاهم يقاوموا ويحاولوا يديروا واحد الانتعاشة ثقافية، وكنحس بهذا المهرجان كأنه عرس ثقافي كبير، خصوصا أن الموارد قلة الموارد هذا جعل بأنه الإخوان استطاعوا رغم ذلك باش يتحداو كل العراقيل اللي كاين عنده في الطريق. شكرا سي يوسف. شكرا سي يوسف. تحية تربوية لكل الأطر وأعضاء جمعية ملتقى الشباب للتنمية فرع سيدي يحيى زعير اللي داروا واحد البادرة ماشي سهلة باش ينظموا لنا مهرجان قرية الطفولة بواحد الإمكانيات متوسطة. الحمد لله لقاو الدعم ديال وزارة الثقافة، والحمد لله دازنا اليوم الاول واليوم الثاني دازوا في احسن ما يرام. اليوم الاول داز الحمد لله كانوا ورشات في اعداديات بحال اعداديات سيدي حيا زعير، وكذلك نهار السبت كانت ندوه بدار الشباب من تأطير الكاتب والشاعر حسن عبد القادر ميكيات، وكذلك عرف هذا المهرجان حضور شخصيات بارزة. الحمد لله لأول مرة تتحضر لسيدي حيا زعير وتتشرفنا بالحضور ديالها، وجمعية ملتقى الشباب للتنمية فرع سيدي حيا زعير لها فضل كبير باش حضرات الشخصيات، وشكرا. تحية خاصة لجميع الأطر اللي سهرات وبدات وعطات ما في جهدها في هذا المهرجان هذا. بصراحة ما مولفاش لينا كنظموا مهرجان فيه 3 أيام وديال الشعر، وخصوصا في منطقة سيدي حيا زعير اللي معمرة ما دارش مهرجان فيه 3 أيام ديال الشعر، فاضطرت جمعية ملتقى الشباب للتنمية أنها تنظم مهرجان فيه 3 أيام وماشي بسهلة. الحمد لله دوزنا 3 أيام جميلة مع الأطر ديالنا، وكان واحد الجو جميل عشناه في هاد 3 أيام هادي، ومنها اليوم الأول اللي كان في إعدادية سيدي حيا زعير
كانت واحد الورشه ديال الشعر اللي اثرها الاستاذ والشاعر عبد القادر المكياج، وفي نفس الوقت كانت مسابقه ديال الشعر في دار الشباب. الحمد لله دازت الاجواء ديال اليوم الاول على ما يرام، واليوم ان شاء الله في اليوم الاختتامي لهذا المهرجان كنطلب من جميع الاطر انهم يكونوا اقوياء لهذا المهرجان هذا، يعني جميع المجهودات اللي كنديروها هي في سبيل الطفوله. وبصراحه كنشكر وزاره الثقافه على الثقه ديالها في جمعيه ملتقى الشباب التنميه ودعمها لهذا المهرجان، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، يطيب لنا في جمعية ملتقى الشباب التنمية التي تنشط منذ سنة 2004 في مجالات مختلفة وخصوصا الطفولة بجماعة سيدي زعير خمسة، أرحب بكم جميعا باسمي وباسم كافة الأطر والأعضاء في المكتب المسير كافة المنخرطين والمتعاطفين. وباسمكم لا بد أن أتقدم بفائق شكري وعظيمي وامتناني إلى كل من ساهم في إنجاح أنشطة الجمعية وترجمة أهدافها النبيلة على أرض الواقع. وأخص بالذكر في هذا المجال أعضاء المكتب المسير والمنخرطين والمتعاطفين والشركاء والمانحين. ورغم الإمكانيات المحدودة وقصر الفترة الزمنية لإعداد أنشطتها، فقد استطاعت بفضل الله وبفضل العزيمة القوية للمشرفين عليها أن تساهم في تنمية المنطقة على المستوى الثقافي والعمل الهادف انطلاقا من غيرة سابقة، واستنادا إلى الأحاسيس العميقة بالتنمية الثقافية. وكما لا يخفى على أحد فإن منطقتنا تتوفر على خصوصيات تقافية ووسامات جغرافية وطوابع حضرية بأمس الحاجة إلى عمل جمعوي رزين وفعال يسعى إلى النهوض بتنميتها والمحافظة على مقوماتها الثقافية ومواجهة كل ما يقلها من أشكال الهشاشة الثقافية. وعلى غرار هذا وتقليدا لليوم العالمي للشعر، جاءت فكرة تنظيم مهرجان قرية الطفولة في دورته الأولى تحت شعار الشعر لغة الحياة. وبهذه المناسبة لا بد من فتح باب الترحيب بالمبدعين الشعراء الذي لبوا الدعوة على وجه السرعة وبدون تردد، وكلهم سرور بالحضور لهذه المنطقة ونحن سعداء بقدومهم. وما جمعية ملتقى الشباب للتنمية إلا واحدة من الجمعيات التي حملت على عاتقها هم الانخراط في مسلسل الرفع من إيقاع التنمية الثقافية بكل ما أوتيت من جهد متواصل وتفكير عميق وحماس كبير بهذه المنطقة. تبعا لذلك فإن الجمعية تبذل قصارى جهدها في تنفيذ برامجها التنموية والتربوية ومشاريعها الثقافية، أمينين أن نجد دعما قويا من طرف الشركاء الممولين وتواصلا حيا من طرف الساكنة حتى تستطيع الجمعية أداء رسالتها على أحسن وجه وأكمل. وفي هذا الصدد وأصالة عن نفسي ونيابة عن باقي الأعضاء في المكتب المسير، أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الثقافة على دعمها المتواصل مع جمعيتنا وباقي الجمعيات على المستوى الوطني. وفي الختام أسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المجتمع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. شاكر محيي للجمعية للمنطقة للفعاليات الصحفيين والسياسيين لكل الذين حضرونا، شكرا بزاف أنكم أنتم منحتمونا هذه اللحظة اللي نعيشها لحظة جمال. شكرا لكم جميعا. سأقرأ قصيدة طبعا للمرأة. أنا بالنسبة لي كل الكلام الذي لا يكتب للمرأة هو كلام باطل. هبا كنشوف هذا كنقول بأن المرأة خلقت طبعا للشر، وإن لم تكن خلقت للعشق فهي خلقت لتعبد. على كل حال
هذه قصيدة من الوان كما قال الأخ، هي حب نبيد وصلاة، قصيدة من الوان، قصائد 40 أو أكثر. الأسود قاتل على جلد ضبية، علينا مساء برمق وخفقة ظل لكي تطفئ النور حتى ننام، وكيما تنفذ علينا الغطاء بشمس الظلام، أما كان من حقنا أن تظلي هنا بيننا كي تصلي لنا كل صبح وكل مساء، لأننا نتوه هنا في السحاب، عليك السلام عليك السلام. فيا ظل ظلي أطلي أطلي وجودي علي ببعض الوصايا وبعض الحكايا، أطلي 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 علي ولو من شقوق المرايا ولو من لجوء الغمام، وطوبي بروحك حولي كسرب الحمام، تعالي هنا واشطريني شظايا لتسكن منها بروحك بعض البقايا، تعالي إلي احضنيني برغم الرضا والحمام، تعالي 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 إلي ارجعيني. السلام عليكم، تحية خالصة لهذا الجمهور الحاضر معنا. نحن بغيت نحيي الشاب رئيس الجمعية منطقة الشباب للتنمية ورئيس المهرجان الأول والناجح كما يرى الجميع، وشكرا على الضيافة وحفوة الاستقبال. سوف أهدي لهذه القرية الطيبة قصيدة بدوية بعنوان عز الخيل مرابطها. عز الخيل مرابطها من بعد الهجر والصد بالظهر، تضرب الوجه وتقطع الخبر، وبالعمان بعد ما كان منور مكسل على ظهر القمحة المطلوقة ويتعنقر، قوتو سباب برضو ذبه وقلال وعاد قالوا راه بالعمان، دوانسة والصبيان يتحط على الجرح يمشي القرح، كيف البقرة ملي تطيح يكتب جناوي ذبيح، وفي بخر حروفه ويكحل بالألام ويزغرط ويغني يبارك ويهني يتمتع فني ويسمع أحلى الأنغام. هنا بين سيدي يحيى وبين الرباط ضربني الهبال، الثانية على قصيدتي قصيرة جدا، وهذه قصيدة الإنسان يمكن له يحس بها ويعرف شنو كاين في الدنيا. شكرا لكم. خلفة وشباب بينهم تقاضى العمر، شكون فيكم يقدر يتكلم أو يعبر، يقرأ ويطوف ما يفرق ويفرق بين حجر وفوق، شوف ويشوف سعدو بين سما وبحر، خلفه وجبل رميت الخلفه ونسيت الشبل، لقيت الوقفه بسيحه القبر، خلفت خلفه حتى تخلف وتعبر، والميزان عدو عطيه على قدو، لا تبقى حيران راك انسان حقق لا تزيد شبل، وما تبقى صبر يجرك الطمع ويرميك اتهام، والنب بيه مجليه غير عطات المد نديرو في طبل، ويلا تصاب كنس هاد الكار وتصاب شوك هيعطب، نرشو تصاب النار وندير منو صبار، لو كان راسي قدامي
انشدوا تانشدوا ونجبد له ودنيه ونمنح جلده والكلام نقولنا نرميه. لو كان راسي قدامي ما تكبر فيا الغراب، ما يتهرس لي جناح، همي نرتاح ويا خسارة كلها وسعدو فين طاح. لو كان راسي قدامي عليا ما يفتي فتواه، ما نصغى الحجاه ما نديها خواته وما نركب ريحناه. لو كان راسي قدامي ما نسوق الوجع دايم، ما نتقدر الحين، ما ندور جوعي صايم، ما نبات نساين البرودة في صد سمايم. ليلي ونهاري توام، ليلي ونهاري توام، عاقدين عليا حزام، ليل كحل مظلام ونهار دايز مخطوف. لو كان راسي قدامي ما نغشي الحلفة بالصوف، ما نحادي ميزان ما نتملق بظروف. لكن يا خسارة ويا خسارة، وراه تصاب راسي مغروس في كسدة، معقود بلدون وهندة، وعما وشادو في الظلمة شدة، وانا مكتوف وانا مكتوف نبرقب ونشوف زهر النعجة وزعتر الخروف. بهوس الصدمة بهوس المليون على ضدك السيف بان كيمون، وليتي تقي التحيات دون شعور، واش تبع عقلك ولا مجنون؟ خصومنا شربوك القرطوبي ولا شموك سيليسيون؟ ما بقات عندك شخصية ولا مصداقية، واش تلبى شوية؟ العام تشاورتي وخديتي المسؤولية وعطيتي إشارة النصر بلا ما تفكر، باقي على راسك تدبر حيت ما بقى لك 4 شهور وتغادر. حيت ما بقى لك 4 شهور وتغادر يا مجرم هاد العصر، خاصك ترجم بالحجر. واش عرفتي راسك معامل وحنا شكون؟ السيف بان كيمون، حنا مغاربة حرار، ما نرضاو بالدل ولا بالعار، من زمان قاومنا الاستعمار، الصحراء صحرتنا، مهما طال زمان أو قصار، بلادنا بلاد السلم والأمان، والتعايش بين الأديان، بلاد الطمأنينة والاستقرار، والحمد لله.